تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الطرق الرئيسية، صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة انتهت من تنفيذ أعمال مشروع تطوير تقاطع شارع المحزورة وشارع الاستقلال ضمن الحزمة التحسينية الثانية لتخفيف الازدحام المروري عند التقاطعات الحيوية. وقال سعادة الوزير إن المشروع يهدف إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع المحزورة، ما سيسهم في تخفيف الازدحامات، كما سيوفر انطلاقة سلسة خصوصا في أوقات الذروة، ويسهل من عملية الانعطاف يمينا للحركة المرورية القادمة من شارع المحزورة إلى شارع الاستقلال، حيث تم تطوير التقاطع إلى 5 مسارات، مساران للانعطاف يسارا ومساران للاتجاه شرقا إلى شارع 47 ومسار للانعطاف يمينا على شارع الاستقلال. ولفت سعادته إلى أن عدد المركبات المستخدمة للشارع يوميا يبلغ نحو 50,000 مركبة في الاتجاهين بمعدل 3,200 مركبة في الساعة أوقات الذروة، بينما سيقلل المشروع من زمن الانتظار على شارع المحزورة بحدود 28% وسيحسن من كفاءة عمل التقاطع بنحو 10%. الجدير بالذكر أن المشروع اشتمل على تحسين الإنارة الموجودة على الشارع وصباغة الخطوط الأرضية والأرصفة، بالإضافة إلى حماية عدد من الخطوط الأرضية التابعة للخدمات الأخرى.